بيبدأ الفيلم باتنين من اللصوص وهم بيعملوا سطو مسلح على بنك وبيصوبوا على موظفة البنك المسدس وبيدخلوا معاها للبنك وبيهددوها بالقتل لو ما فتحتش الخزنة بتاعت البنك في خلال دقيقة، لكن بيتفاجئوا بالموظفة وهي بتقول لهم إن مش معاها المفاتيح وإن المفاتيح مع مدير البنك ومش هيوصل غير قبل ما البنك يفتح بنص ساعة، يعني حوالي الساعة 8:30. وبيصوب عليها واحد منهم المسدس وبيعرفها انه هيقتلها لو ما سمعتش كلامهم وعملت اي تصرف متهور. وبيجي بعدها مدير البنك، واول ما بيدخل بيستغرب لما بيشوف الموظفة وهي واقعة على الارض، وبيكون ساعتها الاتنين مستخبيين جنب الباب وبيصوبوا عليه المسدس وبيضربوا واحد منهم على وشه علشان يفتح الخزنة. وبنشوفهم بعدها وهم خارجين بره البنك بعد ما قدروا يسرقوه بكل سهولة من غير اي مقاومة، وبنعرف انهم بيسرقوا البنوك الصبح بدري قبل ما تفتح علشان ما يبقاش فيه ناس والموضوع يخرج عن السيطرة. وبعدها في نفس اليوم بيدخلوا بنك تاني وبيهددوا الموظفة بتاعته بالقتل، وبيطلب منها واحد منهم تجيب كل الفلوس القليلة من الفئات الاقل من 50 علشان البنك بيعتبرها فكة ومش بياخد الارقام التسلسلية بتاعتها. وبيتكلم معاهم عميل للبنك كان موجود ساعتها وبيعرفهم ان اللي هم بيعملوه ده مش صح وان الاحسن انهم يمشوا من غير ما يسرقوا البنك، لكن محدش منهم بيهتم لكلامه. وبيكتشف واحد منهم ان معاه مسدس وبياخده منه، وعلشان هما مش عاوزين يسرقوا غير البنوك ومش هيسرقوا حد من الناس فساب المسدس بتاع الراجل قدامه على الترابيزة، واول ما خرجوا من البنك خد الراجل المسدس وضرب عليهم نار، لكن محدش منهم اتصاب ومشوا من المكان بسلام من غير ما حد يحصل له حاجة. وبيتكلموا مع بعض طول الطريق وهم فرحانين علشان قدروا يسرقوا اتنين من البنوك في نفس اليوم من غير اي مقاومة. وبيرجعوا بعدها للمزرعة بتاعتهم وبينزلوا العربية في حفرة وبيدفنوها تحت الرمل علشان محدش من الشرطة يقدر يتعرف عليهم عن طريق العربية اللي معاهم. وبيقعدوا بعدها مع بعض قدام البيت في المزرعة بتاعتهم وبيتكلموا مع بعض عن السرقة، وبيقرروا انهم هيكملوا سرقة في البنوك لمدة اسبوع وبعدها هيبطلوا سرقة وهيعيشوا حياتهم من غير اي مشاكل. وبنعرف انهم اتنين اخوات واسمهم بوب وبن، والاتنين يعتبر فقراء، لكن امهم قبل ما تموت كتبت الوصية بان بوب هو اللي يورث المزرعة بتاعتها واللي صادف ان فيها بترول، لكن بسبب الديون اللي كانت عليهم البنك كان هيحجز على المزرعة، وعلشان كده بوب قرر يستعين باخوه بن اللي لسه خارج من السجن علشان يساعده في السرقة على البنوك ويقدر يجيب الفلوس اللي هيرجع بيها المزرعة ويبقى غني عن طريق البترول اللي موجود فيها. وفهموا ان هيبقى ليه نسبة من الارباح علشان ساعده في استرجاع المزرعة مرة تانية، واللي هو نفسه قرر يسيبها لطليقته وولاده اللي اتبهدلوا بسبب الظروف الصعبة اللي كان بيمر بيها. وفي الوقت ده بيروح اتنين ضباط شرطة لأول بنك سرقوا اللصوص علشان يحققوا في الموضوع ويفهموا ايه اللي حصل في البنك، واستغربوا لما عرفوا انهم سرقوا كمية صغيرة من الفلوس اللي في البنك ومحدش منهم خد اي فلوس البنك يقدر يعرفهم عن طريقها. وفهم ساعتها الضابط ماركوس انهم اذكياء ومش هيبقى سهل عليه انه يقبض عليهم. وبيكون ساعتها بن وبوب موجودين في مطعم في المدينة وبيتكلموا مع بعض عن حياتهم القديمة وانهم كانوا مش متفاهمين مع بعض قوي زمان، وعلشان بن كان بيحب بوب جدا رغم ان بوب كان معترض دايما على تصرفاته علشان هو كان دايما عصبي ومتهور، لكن اول ما طلب من بن يساعده ويسرق معاه البنوك علشان محتاج فلوس استغل بن الفرصة علشان علاقتهم ببعض تتحسن وما قدرش يرفض طلب اخوه. وفي وسط الكلام بيلاحظ بن ان في بنك موجود جنب المطعم، لكن مش بيبقى عاوز يلفت انتباه بوب وبيقول له بس انه هيدخل الحمام لحد ما هو يخلص اكل، وبيروح لوحده للبنك وبيدخل هناك وبيصوب المسدس على الموظفة بتاعت البنك وبيطلب منها تجيب له كل الفلوس اللي فئتها اقل من 50. وبتخاف منه موظفة البنك جدا وبتسمع كلامه وهي مصدومة ومش بتقدر تتكلم. وبيكون بوب ساعتها موجود في المطعم وبتجيله النادلة وبتحاول تفتح معاه كلام علشان يديلها إكرامية ويسيب لها فلوس مع الحساب، وبيرتاح بوب معاها في الكلام وبيعرفها انه كان متجوز وعنده أولاد وبيحاول يعمل كل حاجة علشان يأمن لهم مستقبلهم، ولما بيخلص أكل بيسيب لها 200 دولار إكرامية ليها زيادة على الحساب وبيخرج من المطعم. وساعتها بيتفاجئ ببن وهو خارج من البنك وبيجري عليه وبيقول له يركب العربية بسرعة علشان يهربوا من المكان،
وبيتصرف بوب بسرعة وهو مصدوم ومش مصدق إن بين سرق البنك لوحده وكمان من غير ما يقوله أي حاجة، وبيهربوا بسرعة بالعربية. وبيتكلم معاه بوب في الطريق وبيقول له أنا مش عارف إزاي طلبت منك تساعدني رغم إني عارف إنك متهور. وبيضحك بين على كلامه وهو فرحان علشان قدروا يسرقوا البنك التالت ليهم في يوم واحد. وبيدفنوا العربية تحت التراب كالعادة وبياخدوا عربية جديدة مكانها وبيروحوا مع بعض للمكان اللي كان بيعيش فيه بن قبل ما بوب يطلب منه يساعده. وبياخد بن من هناك أسلحة كتير كان شايلها وبيخرج بيها من المكان وبيحطها في العربية علشان يرجعوا المزرعة. وبيسألوا بوب عن الأسلحة وبيقول له بن إن الأسلحة دي كانت تعتبر مصدر رزقه من ساعة ما خرج من السجن. وبيروح بعدها الضابط ماركوس للبنك الأخير اللي سرقوه علشان يحقق في الموضوع، وبيتكلموا مع موظفة البنك وبيتصدم لما بيعرف إن اللي سرق البنك المرة دي شخص واحد مش اتنين زي البنك اللي قبله. وبيروح المطعم اللي قدامه علشان يشوف في الكاميرات اي حاجة ممكن توصلهم للحرامية، لكن بيقول له صاحب المطعم ان الكاميرات مش شغالة بقالها فترة. وبيتكلموا مع كل الناس اللي موجودة في المطعم ومش بيوصلوا لاي حاجة. وطبعا لما بيتكلم مع النادلة بتقول له انها ما تعرفش اي حاجة عن اللي بيحصل علشان بوب ساب لها اكرامية كتير ورفضت تتكلم علشان خافت الشرطة تاخد منها الفلوس وتعتبرها من الحاجات الخاصة بالسرقة. وبيكون ساعتها بوب وبن موجودين في كازينو ومعاهم كل الفلوس علشان يحولوها الماركات للعب القمار، وبيلعبوا بجزء صغير جدا من الفلوس وبعدها بيرجعوا الماركات للحسابات علشان ياخدوا مكانها فلوس جديدة على أساس إنهم كسبوها في القمار. وبيطلب بوب من الموظفة إنها تديله جزء بسيط من الفلوس وبقية المبلغ تصرف له بيه شيك للبنك اللي كان هيحجز على المزرعة بتاعته علشان يروح هناك بالشيك ويدفع بيه جزء من المديونية علشان لما يسألوه قدر يجيب الفلوس منين يقول لهم إنه كسبها في القمار لما كان بيلعب في الكازينو. والشيك اللي صرفه من الحسابات بتاعة الكازينو يعتبر دليل على كلامه، وساعتها محدش هيقدر يشك إن مصدر الفلوس حاجة تانية غير لعب القمار في الكازينو. وبيروحوا بعدها للبنك فعلا وبيقدم لهم الشيك وبيكلموا موظف البنك وهو مستغرب علشان قدر يكسب المبلغ الكبير ده في القمار، وبيعرفوا ان لسه في مبلغ ناقص على المديونية ويبقى سدد كل المديونية اللي عليه ويقدر ساعتها يسترد المزرعة من تاني. وبينصحوا لما يسدد كل الفلوس اللي عليه يسيب البنك هو اللي يدير المزرعة ويطلع منها البترول وهيبقى ليه نسبة بسيطة جنب الفلوس الكتير اللي هياخدها بوب كل شهر من المشروع. وبيوافق بوب وبيتفقوا على كده. وبيروحوا بعدها الجراج عربيات وبيتكلموا مع صاحب الجراج علشان ياخدوا من هناك عربية جديدة ويسرقوا بيها البنك تاني يوم. وبنعرف انهم بيدوا لصاحب الجراج ده فلوس علشان ياخدوا من عنده العربيات وكأنهم سرقوها، وفي المقابل هو مش بيبلغ عن سرقة العربيات دي غير لما يخلصوا بيها سرقة البنك ويدفنوها تحت التراب علشان الشرطة ما تلحقش تتعرف على العربية المسروقة. وبيروح بعدها بوب لطليقته وبيتكلم معاها وبيعرفها انه بيشتغل علشان يسدد المديونية اللي عليه وهيرجعوا علشان يعيشوا في المزرعة وهيكتبها باسم ولاده. وبيتكلم بعدها مع ابنه الكبير وبيحاول ينصحه يعيش حياته بطريقة كويسة، ولو سمع اي حاجة وحشة عنه او عن عمه ما يستغربش لانهم ممكن يعملوا اي حاجة حتى لو كانت غلط علشان ولاده يعيشوا حياة احسن من اللي هو عاشها. وبيعرفوا ابنه انه بيسمع كلام امه وبيحاول يعمل كل حاجة صح علشان يكونوا فخورين بيه، وبيفرح بوب من كلامه وبيسيبه وبيرجع لاخوه بن. وتاني يوم بيروحوا الاتنين الصبح بدري البنك في نفس المدينة علشان يسرقوه، لكن بيلاقوا البنك مقفول وبيتضايقوا جدا وبيقرروا يروحوا لاخر بنك موجود في المدينة علشان يسرقوه. ولما بيوصلوا للبنك وبيدخلوا هناك بيتصدموا ان البنك موجود فيه ناس كتير بعكس ما هم كانوا متوقعين، لكن بيكملوا في السرقة وبيطلبوا من الناس كلها تنزل على الارض وبيعرفوهم ان اللي هيتحرك هيقتلوه. وبيقف بوب مع الناس وفي نفس الوقت بيراقب الاوضاع خارج البنك، وبيكون بن مع موظفين البنك وبياخد منهم الفلوس وبيحطها في الشنطة اللي معاه، لكن بيتفاجئوا بحارس البنك وهو بيضرب عليهم نار وبيضربوا بن بالمسدس وبيقتلوا في ساعتها. وبيقوم واحد تاني من الناس كان معاه مسدس وبيضرب عليهم نار وبيضرب عليه بوب هو كمان، لكن الراجل كان اسرع منه وخلص كل طلقات المسدس عليه. واول ما هرب بوب من قدامه ظهر بن من ورا الراجل وقتله في ساعتها. واتصدم بوب من الموقف، لكن بن كان متحكم في تصرفاته وخدوا بسرعة وطلعوا من البنك. واول ما خرجوا اتفاجئوا بالاهالي بتوع المنطقة وهم بيضربوا عليهم نار من كل مكان، وركبوا العربية بصعوبة وهربوا من المكان، لكن سكان المنطقة كانوا وراهم وبيطردوهم بالعربيات. وبيكون بوب مصدوم من اللي بيحصل ومتصب رصاصة في ظهره وسط ضرب النار،
وفي نفس الوقت ده بتيجي مكالمة للضابط ماركوس والمساعد بتاعه وهم في الطريق لمركز الشرطة، بيعرفوا فيها ان اللصوص سرقوا بنك تاني وان الحكومة هتحاصرهم من كل مخارج ومداخل المدينة علشان يقبضوا عليهم. وبيفرح ماركوس جدا علشان اخيرا هيقدر يقبض على الحرامية اللي مدوخين البلد كلها قبل ما تنتهي خدمته باسبوع، علشان كان هيطلع على المعاش. وبيكون بوب وبين ماشيين بالعربية وكل سكان المدينة ماشيين وراهم بالعربيات علشان يقبضوا عليهم، وبيلاحظ بين ان بوب متوتر وبيحاول يهديه وبيشوف الإصابة بتاعته وبيطلب منه يربطها باللزق علشان يوقف النزيف، وبيتضايق جدا علشان الوضع اللي هم فيه، وبيقف بالعربية وبينزل منها وبياخد المدفع الرشاش اللي كان معاه وبيقف قدام كل العربيات اللي بتطرده وبيضرب عليهم رصاص. وبتستخبى الناس في الأول لحد ما الطلق بتاعه يخلص، لكن لما بيحط خزنة تانية في الرشاش قدامهم وبيكمل ضرب بيخافوا كلهم جدا وبيركبوا العربيات بتاعتهم وبيهربوا بسرعة من قدامه. وبيرجع بيل للعربية وبيمشي بيها من المكان مع بوب، وبيوصلوا للعربية التانية بتاعتهم علشان يهربوا بيها من غير ما الشرطة تقبض عليهم، لكن ساعتها بين بيسيب الفلوس مع بوب وبيعرفوا ان الشرطة مش هتسيبهم حتى لو غيروا العربية، وعلشان كده هو هيفضل في العربية ويعطلهم لحد ما بوب يهرب ويوصل للمزرعة بتاعته بأمان. وبيعترض بوب على كلامه علشان كان خايف عليه، لكن بيوافق بسبب إصرار بين، وبيودعوا بعض وبيمشي كل واحد فيهم في طريقه بعيد عن التاني. وفي الطريق بيفضل بين يغني علشان ما يبقاش متوتر وكأن مفيش حاجة حصلت، ولما بيشوف الشرطة بيهرب من قدامهم وبيدخل في أرض زراعية وبياخد من العربية بندقية القنص وبيولع أنبوبة غاز في العربية وبينزل منها بسرعة علشان تنزل على عربيات الشرطة اللي وراه وتنفجر فيهم. وفعلا بترجع العربية، وأول ما بيشوفها رجال الشرطة بيخرجوا بسرعة من العربية وبيبعدوا عن المكان، وبتنفجر العربية بتاعتهم والعربية بتاعت بن وبتعمل انفجار رهيب. وبيشوف بين اللي بيحصل وبيجري بسرعة علشان يطلع فوق قمة الجبل اللي قدامهم ويضرب عليهم، وبيشوف الضابط ماركوس اللي بيحصل وبيطلب مروحية بسرعة وقوات دعم من الشرطة علشان يقدروا يتعاملوا معاه، وبينزلوا كلهم من العربيات علشان يستعدوا، لكن بيتفاجئوا بيه وهو بيضرب عليهم ببندقية القنص وبيحاول يقتل أكبر عدد منهم. وبيتكلم ماركوس مع المساعد بتاعه وهو مستغرب ان اللي قدامهم شخص واحد مش اتنين زي ما التحقيقات كانت بتقول، واستنتجوا ان السكان قبضوا على واحد فيهم وان اللي قدامهم ده الاخير. واتكلم ماركوس مع المساعد بتاعه باستهزاء وقال له انهم اكيد قبضوا على الشخص الذكي علشان اللي قدامهم ده مجنون. واتصدم ساعتها بالمساعد بتاعه وهو بيتصاب برصاصة في راسه وبيقع على الارض وهو ميت قدامه، وبيضايق ساعتها وبينهار من الموقف وبيزعل جدا على صديقه اللي مات، وبيركب عربية من عربيات الدعم اللي وصلت وبيقول للسواق يروح بيه للناحية التانية من الجبل علشان يبقوا ورا بين ويقدروا يسوبوا عليه. وفي نفس الوقت ده بيكون بوب ماشي بالعربية التانية وخارج من المدينة، لكن بيتفاجئ بالشرطة وهي موجودة قدامه وبيفتشوا كل العربيات علشان السرقة اللي حصلت في البنك، وبيحاول يهدي نفسه وبيجهز رخصته وبيدخل عليهم وهو واثق من نفسه وبيتكلم مع الضابط بكل هدوء وبيسلمه الرخصة بتاعته علشان يتأكد منها. وساعتها الضابط اتكلم معاه عادي ومحسش بأي حاجة ناحيته واتمنى له يوم سعيد. ومع الوقت بيوصل الضابط للجبل اللي ورا بين وبيشوفه هو بيضرب نار على الشرطة من فوق الجبل، وبيتعامل معاهم بمهارة عالية وكأنه قناص محترف، وبيكون بين قاعد على صخرة وبيصوب عليهم وهو فرحان من نفسه علشان محدش منهم قادر يقرب منه، وبيستنى ماركوس اللحظة المناسبة وبيصوب عليه البندقية وبيضربه طلقة في راسه وبيقتله في ساعتها. وبيفرح جدا علشان قدر ينتقم لصاحبه وقتل الحرامي اللي مدوخ البلد كلها قبل ما يخلص الخدمة بتاعته في الشرطة ويطلع على المعاش. وبيروح بعدها بوب للكازينو وبيغير الفلوس بماركات وكأنه هيلعب قمار، وبيشوف خبر موت اخوه على التلفزيون وبيقعد وهو متضايق علشان رغم انه بقى معاه الفلوس اللي هيرجع بيها المزرعة لكن خسر اخوه الوحيد في نفس اليوم. وبيغير الماركات بشيك للمرة التانية وبيرجع للبنك وبيسدد كل المديونية اللي عليه، وبيتفق مع البنك انهم يديروا المزرعة بتاعته ويعملوا كل الشغل بتاع استخراج البترول من المزرعة وهو هياخد النسبة بتاعته فلوس كل شهر. وعرفوا مدير البنك ان اللي هو عمله ده معجزة لانه سدد كل المديونية الكبيرة اللي كانت عليه في وقت قياسي، ده غير اليوم اللي هو دفع فيه الفلوس كان يعتبر اخر يوم للدفع. وكان بوب بيسمعه وهو مش مهتم بكل حاجة غير انه اخيرا حلمه هيتحقق وهيقدر يأمن مستقبل ولاده علشان يعيشوا حياة احسن من اللي هو عاشها قبلهم.
وبيكون الضابط ماركوس ساعتها في مركز الشرطة وبيخلص ورقة وبيتكلم مع واحدة من الضباط علشان يعرف منها التحقيقات وصلت لإيه مع الحرامي التاني اللي هم مش لاقينه. وكان ماركوس بيخمن إن الحرامي التاني هو بوب أخو بين اللي قتله، لكن الشرطية قالت له إن بوب مفيش عليه أي حاجة، ده غير إن عمره ما اتسجن أو اتحكم عليه، وكل ده غير طبعاً إنه دلوقتي بيكسب فلوس مش أقل من 50,000 دولار بسبب البترول اللي بيستخرجه من المزرعة بتاعته. ونصحته ما يتدخلش في الموضوع لأنه خرج من الخدمة خلاص، وهيبقى التحقيق في الموضوع خارج سلطاته، وفهمها ماركوس إنه مش مهتم بالموضوع وإنه كان بيسأل مش أكتر. وراح بعدها المزرعة بتاعت بوب، وأول ما وصل هناك اتفاجئ ببوب وهو واقف قدامه وماسك البندقية بتاعته، واتكلم معاه ماركوس وعرفه إنه هو الضابط اللي قتل أخوه، وفهمه بوب إنه عارفه، وعارف كمان إنه خرج من الخدمة، ودلوقتي هو يعتبر بيتعدى على ممتلكات الغير وممكن يقتله بكل سهولة. وقعد ماركوس قدامه واتكلم معاه وقال له انه هو عارف انه كان بيساعد اخوه في السرقة ومش بعيد يكون هو اللي مخطط لكل حاجة، وكلمه بوب باستهزاء وعرفه انه مش هيقدر يثبت حاجة. وفي وسط الكلام بيجي ولاده وامهم وبيدخلوا البيت، وبعدها بيتكلم بوب مع ماركوس وبيفهمه انه لو دخل المزرعة بتاعته تاني هيقتله، وقال له ماركوس انه هيسيبه يعيش حياته بسلام علشان اولاده، وخصوصا انه عارف ان عمره ما قتل حد وان كل تهمته كانت السرقة بعكس اخوه اللي كان بيقتلهم بدم بارد. وبيقف بعدها بوب قدام المزرعة وهو سعيد بعد ما قدر يأمن مستقبل ولاده وبقى من اغنى الناس في البلد. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الافلام يشترك ويفعل الجرس.